ماذا حدث لثقب الأوزون في القطب الشمالي في سنة 2020؟ أكبر ثقب للأوزون في القطب الشمالي أغلق أخيرا. غمر الهواء الغني بغاز الأوزون، وهو الذي يظهر هنا في الصورة باللون الأحمر، غمر الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي في 23 أبريل، ليغلق أكبر ثقب للأوزون تم اكتشافه على الإطلاق في القطب الشمالي. لقد أبقت دوامة قطبية قوية بشكل غير معتاد الثقب مفتوحا لمدة شهر تقريبا، والآن وأخيرا لقد أغلق من جديد. أفاد باحثون من مصلحة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابع للاتحاد الأوروبي أن أكبر ثقب للأوزون تم اكتشافه على الإطلاق في القطب الشمالي، والذي كان يلوح فوقه لمدة شهر تقريبا قد أغلق أخيرا. قال باحثو مصلحة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي في تغريدة على موقع تويتر في يوم 23 أبريل: لقد انتهى ثقب الأوزون غير المسبوق في النصف الشمالي للكرة الأرضية في سنة 2020. فتح الثقب في طبقة الأوزون، وهي جزء من الغلاف الجوي للأرض تعمل على حماية الكوكب من الأشعة فوق البنفسجية لأول مرة فوق القطب الشمالي في أواخر شهر مارس، عندما قامت رياح غير اعتيادية بحبس الهواء شديد البرودة فوق القطب الشمالي لعدة أسابيع متتالية. وفقا لبيان صادر عن الوكالة الفضائية الأوروبية، فإن تلك الرياح المعروفة باسم الدوامة القطبية قد قامت بخلق قفص دائري من الهواء البارد، الأمر الذي أدى إلى تكوين سحب عالية المستوى في المنطقة. اندمجت الغيوم مع ملوثات من صنع الإنسان مثل الكلور والبروم، الأمر الذي أدى إلى استنفاد غاز الأوزون المحيط بها، حتى فتحت فجوة ضخمة في الغلاف الجوي يعادل حجمها 3 أضعاف مساحة غرينلاند. قال باحث وكالة الفضاء الأوروبية أنه في حين ينشأ ثقب كبير في الأوزون كل خريف فوق القطب الجنوبي، فإن الظروف التي تسمح بتكوين هذه الثقوب أكثر ندرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إذ فتح ثقب الأوزون في القطب الشمالي هذا العام فقط لأن الهواء البارد كان يتمركز في المنطقة لفترة استمرت أطول بكثير من المعتاد. وقال باحثو مصلحة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي بأن الدوامة القطبية انقسمت في أواخر الأسبوع الماضي، مما خلق مسارا يسمح للهواء الغني بغاز الأوزون بالاندفاع مرة أخرى إلى المنطقة الواقعة فوق القطب الشمالي. ليس لدينا مقدار كاف من البيانات لحد الآن لمعرفة ما إذا كانت ثقوب الأوزون التي تقع في القطب الشمالي تمثل ظاهرة جديدة. وقال مارتن داميريس عالم الغلاف الجوي في مركز الطيران والفضاء الألماني German Aerospace Center لمجلة ناتشر: من وجهة نظري إن هذه هي المرة الأولى التي يمكن الحديث فيها عن ثقب أوزون حقيقي في القطب الشمالي. وفي الوقت نفسه سيظل ثقب الأوزون الذي يتشكل سنويا في القطب الجنوبي والذي كان موجودا منذ ما يقارب 4 عقود حقيقة موسمية للمستقبل المنظور، ولكن العلماء متفائلون بأن الثقب قد بدأ في الانغلاق، إذ وجد تقرير تقييم الأوزون في سنة 2018 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية The World Meteorological Organization بأن ثقب الأوزون الجنوبي يتقلص بنسبة من 1% إلى 3% لكل عقد منذ سنة 2000، ومع ذلك من المحتمل ألا يلتئم تماما حتى سنة 2050 على الأقل. إن درجات الحرارة الأكثر دفئا في القطب الجنوبي الناجمة عن الاحتباس الحراري مسؤولة جزئيا عن الانكماش الواضح للثقب، ولكن الفضل يرجع أيضا إلى بروتوكول مونريال، وهي معاهدة وقعت سنة 1987 تهدف إلى حماية طبقة الأوزون من الملوثات المستنفذة لها.